أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يمنع زيت الزيتون أو كريم الشعر الماء إذا وضع على الشعر لمدة ليلة عند الوضوء أو عند الغسل؟ لا أبداً، الأدهان ما تمنع الماء، يجوز أن توضع على الجلد وعلى الشعر ويغتسل الإنسان ويتوضأ ولا بأس بذلك، لأن الماء يجري عليها ولا تمنع الماء عن الجلد. نعم.